أعزائي عزيزاتي، نلتقي في هذا الجزء الثاني ديال الدرس ديالنا المتعلق بـ Irregular Verbs، الأفعال الشاذة. الأفعال الشاذة، وكما شفنا في الجزء الأول، الأفعال الشاذة هي اللي ما كتخضعش القاعدة ديال ملي كنحطوها في الماضي ما كنزيدوش للفيرب أودي. إلا لاحظتوا الأفعال كلها غادي تصبحوها ما غتلقاوش أودي في الآخر، غتلقاو كل فعل والحالة ديالو، كل فعل وكيفاش كياخد الشكل ديالو في الماضي في سيمبل باست وفي هذا الطون الآخر اللي غنشوفوه من بعد. مرحبا بكم ونتمنى لكم استفادة جيدة. Hi students, welcome to the second part of the lesson concerning irregular verbs. Here are common irregular verbs. The first column, the second and the third. We are going to give the meaning of each verb. They are presented in three columns. ثلاثة ديال الخانات. The first column, in the third part, we are going to read so as to show you the pronunciation of each word. Okay, let's start with this second part. The first verb is beat. الفيرب الأول، الفعل الأول هو beat. Beat هي غلبة. Become صار، أصبح. Begin بدأ، شرع. Bend ثنى، طوى. انحنى. Bet راهن. Bite عض. Bleed نزف. Blow نفخ. Break كسر. Breed ربى. Bring جلب. Build بنى. Buy اشترى. Catch قبض. Choose اختار. Come أتى. Coast كلف. Cut قطع قص. Do فعل. Dig حفر. Draw رسم. هذا عنده جوج المعاني، draw رسم ولا جر سحب. Dream حلم. Drink شرب. Drive ساق. Eat أكل. نشوفوا العمود الثاني. الأفعال اللي فيه هي fall سقط، feed أطعم، feel أحس، fight حارب ولا قاتل، find وجد، fly طار، forget نسي، forgive غفر، سامح، freeze تجمد، get حصل على. وهاد get راه من بين الافعال، واحد المجموعه ديال الافعال في الانجليزيه ملي كدير هذاك الفعل كتزيد عليه واحد لا بريبوزيسيون كيتسمى توورد فيربس، كيعطيو واحد المجموعه المعاني. فيرب واحد بحال get كيعطي معاني كثيره. مثلا get in هي ادخل، get زدتي ليها in فيها en. get in ولات ادخل. get away سير، تولي عندها المعنى بحال go away. give اعطى. go مشى. grow ترعرع كبر.
هاف هي افواغ. هير سامعة، هايد اخفى ولا اختبأ. هذه فيها ترانزيتيف اند انترانزيتيف. اما تقول انت اللي تخبيتي ولا انت خبيتي شي حاجه. هيت ضربه، هولد حمله يا هز شي حاجه، هيرت ألم، كيب هي بحال هاد جيت، عندها بزاف ديال المعاني. كيب اون فرونسي اون دي غاردي. كيب هي حافظه، ولكن هذه راه من بين الافعال، ولكن هذه راه من بين الافعال مثل جيت وواحد مجموعه الافعال اخرى اللي ملي كنزيدوها لا بريبوزيسيون كيتغير المعنى. تنقولوا كيب اواي، زدنا لها اواي بقات كيب اواي، هي بقى بعيد. كيب سايلنت، خليك ساكت الى اخره. واحد المجموعه من بعد غادي نشوفوا هذه الانواع. نو عرفه، لي بسطة ولا مدة، ليد قادة ولا أدى إلى، ليف ترك ولا غادر. جوج المعاني. لند أعار، نمشيو للكولون الثالثة وهي الأخيرة. لوز خسرة، ميك صنع. انا قلت لكم صنع، ولكن انا نعطيكم معنى اخر بحال وبحال ديك الافعال الاخرى. ميك هيست هي زرب، اسرع، شتي تغير المعنى كليا. لونجلي هي باش كتعجبك حتى هي، فيها واحد بعض الافعال اللي غنيه بالمعاني. مين عانى، يعني ميت قابل، باي أدى، ولا قلنا باي اتنشن هي انتبه. بوت وضع، ريد قرأ، رايز ارتفع، رن جرى، سي قال، سي رأى، سل باع، سند أرسل، سيت جلس، سليب نام، سبيك تكلم، سبند صرف، سبند صرف إما وقت ولا مال. تنقولوا spend to spend time to spend money. take اخذ، teach علم، tell اخبر، think ظن، understand فهم، wear ارتدى، win فاز، and the last one is write here كتب. This is the end of part 2, in which we dealt with the meaning of each verb of these. Okay, la partie tania ديال الدرس ديالنا ديال irregular verbs تكلمنا فيها على المعاني ديال هاد الافعال. غنخليكم دابا على امل نتلاقاو معكم في الجزء الثالث ديال هذا الدرس ديال irregular verbs اللي كيتعلق بالبرونسيشن، النطق ديال كل وحده فيهم. على امل اللقاء بكم، مع السلامه. الى
إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وللتوصل بالجديد المرجو الضغط على زر الجرس.